السلام عليكم. صحيت النهاردة على خبر غريب، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن يوم الجمعة الموافق 15/3/2019 مقتل 50 مصلي مسلم وإصابة أكثر من 20 شخص آخرين في هجوم إرهابي على مسجدين بمنطقة كرايست تشيرش، والشخص اللي عمل العملة دي والجريمة البشعة دي قالوا عليه انه مختل عقليا عشان يهدوا الكلام ويعفوا عنه، لكن هو في الحقيقة مش مختل عقليا وطلع مواطن من مواطنين استراليا، ومعروف كمان انه ارهابي قديم. طبعا الفيديو اللي انتوا شفتوه واللي كلنا شفناه مش لازم اعرضه، يعني هتلاقوه في وصف الفيديو. الارهابي طالع من عربيته عادي جدا ومركب كاميرا جو برو على دماغه، وبيفتح شنطة العربية وبينقي السلاح عادي جدا، ودخل المسجد من البوابة الرئيسية كمان. طب فين شرطة نيوزيلندا والحراسة والامن والامان للمسلمين؟ ولا لازم يحصل حاجة وبعدها تحرسوا على المساجد؟ الارهابي دخل على الناس في المسجد، تخيل، وقاعد يضرب 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 ويعمر ويعمر، قعد 17 دقيقة في المسجد، بس الشرطة جت الحمد لله وقبضوا عليه. خلاصة الكلام ايه؟ احنا ليه كل ما بنصحى لازم نلاقي خبر ينكد علينا في يومنا؟ ليه دم المسلم بقى رخيص قوي كده؟ مش دم المسلم بس، لأ، ودم المسلم والمسيحي كمان. كل يوم يحصل تفجيرات في كنائس وعمليات ارهابية في مساجد، وكل يوم نسمع خبر موت حد. خلاص بقت اسهل حاجة تعملها دلوقتي هي الموت، يا رب ألطف بينا يا رب. وكأنه قطع تذاكر المصلين في النعيم واستعجل على عذابه وبقاؤه في الجحيم. هنيئا لهم الجنة وويل لك من رب عذابه أليم. وأنا من وجهة نظري شايف إن الإرهابي ده جاي يعمل فتنة ما بين المسلمين والمسيحيين، لكن لأ، كلنا إيد واحدة ومفيش أي حاجة أبدا هتفرقنا. ومعنى إنه يشيل الأسلحة دي وبيضرب وهو متعمد وبيصور كمان، يبقى هو قاصد وعنده حقد وغل للمسلمين، وعايز كمان يوقع ما بين المسلمين والمسيحيين عشان هو ديانته مسيحي، وأكيد عمر ما مسلم أو مسيحي يعمل العملة اللي هو عملها دي. والشخص ده المفروض إنه يتعدم في ميدان عام أمام المسلمين كلهم، لأن هو موت ناس بريئة رايحة تتعبد وتصلي وتعبد ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا ينتقم من كل ظالم بيحاول يوقع الناس في بعضيها وبيحاول إنه يشوه صورة الإسلام عند الناس ويوقع الناس في بعضها. الإسلام دين تسامح، عمره ما كان دين للعنف ولا الإرهاب ولا للتطرف. يا رب ارحم شهداء حادث نيوزيلندا، اللهم آمين. السلام عليكم.